ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا النهاردة ما كنتش هنزل فيديو، بس جالي كومنت شفته دلوقتي يعني بيسأل ازاي اعرف اختار لون الستارة بتاعتي لو انا البيت عندي فاتح. فانا عملت الفيديو ده فيديو تكميلي لفيديو الستاير علشان نعرف لو الحيطة عندي فاتحة اختار ستاير عاملة ازاي، ولو الحيطة عندي غامقة اختارها برضو عاملة ازاي. مبدئيا كده علشان احنا في بيتنا نعرف ان احنا نختار الالوان بتاعتنا، طبعا ده هعمله فيديو منفصل للالوان، وقولولي لو عايزينه بسرعة يعني قبل ما انزل الفيديوز التانية. مبدئيا ان احنا لازم نختار 4 او 5 الوان، هم دول اللي نشتغل عليهم في البيت بتاعنا كله. ما ينفعش ان انا اجيب الالوان اللي في العالم كله واقعد بقى احتاس بينها ومش عارف هعمل الحاجات لونها ايه، واحط كنبه لونها اصفر طب انا مش عارف احط الحيطه لونها ايه او الستاير. ودايما في الاغلب بنعمل الدهانات الاول وبعدين بنبدا نختار الاساس بتاعنا. واحنا اتفقنا في الفيديوز اللي قبل كده ان اغلب الناس ان المفروض نعمل الدهانات تكون فاتحه شويه، ما تبقاش غامقة عشان برضو ما تظلمش البيت، بس في ناس بتبقى عاملة دهانات غامقة وهنتكلم في الموضوع ده. فعلشان انا اختار الالوان بتاعة الستارة بتاعتي هشوف لون الدهان بتاعي. مثلا لون الدهان لو انا الحيطة عندي فاتحة فهيبقى مثلا الدرجة دي او الدرجة دي، يعني حاجة مشابهة طبعا يعني مش هي بالظبط. في طبعا درجات بقى على اكتر بيجات او على اوف وايت اكتر، في درجات على رماديات او جراي اكتر. عموما هي هتكون فاتحة، فالحيطة لو عندي فاتحة هتبقى يا دي يا دي. انا بقى هبدأ اختار الستاير درجة، يعني هبدأ اختار الستاير درجة او درجتين اغمق من لون الحيطة. يعني لو ده لون الحيطة، لو ده لون الحيطة هيبقى ده لون الستارة. ليه بقى الكلام ده؟ انا برجح الموضوع ده لسبب، لان الستارة لما بتكون فاتحة بيبقى مفيد جدا. لسبب، لان انا لو عوزت اغير الديكور بتاع البيت وهغير الدهان وهغير الاساس بتاعي كله، الستاره هتكون فاتحه بحيث ان انا ممكن اقدر يعني اغير الحاجه بحيث ان انا مقدرش اغير الستاره، لان تغيير الستاير زي ما احنا عارفين غالي جدا ومكلف كشراء قماش وامطار، وبالذات ان احنا قلنا ان احنا لازم الستاير بتاعتنا ما تكونش قصيره، فهتبقى هضطر ان انا اشتري امطار ستاير كتير وهفصل من اول وجديد ستاير، فده هيكلفني كتير جدا، بلس ان انا برضو هغير في البيت. فلما الستاير بتبقى فاتحه ده بالنسبه لي يكون حلو. فلو انا عندي الحيطه فاتحه هتبقى الستاره يعني اغمق درجه من الدرجات بتاعت لون الدهان في الاغلب يعني. طيب لو انا عندي الحيطه غامقه، الحيطه لو عندي غامقه مثلا اللون ده، فهختار حاجه من الاتنين، يا اما هختار لون درجة لون فاتحة خالص، واحد من الاتنين دول مثلا. أنا طبعا الالوان دي مش هي لا هنعملها كلنا، هي طبعا الالوان دي بديكوا بس اكزامبل او مثال علشان نبقى عارفين يعني ازاي نختار الستاير بتاعتنا. فلو الحيطان عندي غامقة هختار لون فاتح، تمام. هختار يا اللون ده يا اللون ده. لو انا حابب ان الستاير بتاعتي تبقى غامقه، ممكن طبعا مش غلط بس يعني لا ينصح، لو انا حابب الستاير بتاعتي تبقى غامقه، لو انا الحيطه عندي اللون ده هتبقى الستاره اللون ده اغمق من لون الحيطه. دايما الستاره ما تبقاش نفس درجه لون الحيطه، يا افتح يا اغمق خالص، بس انصح انها تبقى افتح عشان زي ما احنا قلنا، عشان لو عايزين نغير في الديكور وكمان عشان تفتح البيت يعني ما تبقاش مظلمه البيت شويه. طيب دلوقتي طبعا اللون اللي في النص ده ممكن نعمله طبعا، يعني لو عندي الحيطة فاتحة ممكن اختار ده كمان، بس في الاغلب برجح ان الحاجات دي تبقى للاساس، يعني الالوانات اللي هي البراقة شوية او اللي هي ليها لون بحس انها تبقى للاساس احسن. عشان انا هعمل الكنبة مثلا لون ايه، الكنب هيبقى واحد من التلات الوان دول، بس الحيطة والستارة هيبقى واحد من اللونين دول. لو الحيطة اللون ده تبقى الستارة ده طبعا، لو هي الحوائط بتاعتي فاتحه. هديكوا دلوقتي اكزامبلز، هنفتح صور مع بعض علشان نشوف ازاي الموضوع ده بيمشي. هنا في الصوره دي شايفين هنا الحيطه لونها كافيه، كافيه فاتح، تمام. شايفين هم بقى مختارين الستاره لون ايه، درجه كافيه اغمق من لون الحيطه بحاجه بسيطه
زي ما اتفقنا يعني من اللون الفاتح بتاع الحيطه اهو، احنا هنختار الستاره اغمق من لون الحيطه بحاجه بسيطه. طبعا دي الستاير الجانبيه، الستاير اللي في النص في الاغلب طول الوقت بتكون بيضه، ده الطبيعي. الستاير الجانبيه هي اللي احنا بنتكلم عليها دايما، دي هتكون اغمق، قصدي من لون الحيطه بحاجه بسيطه، يعني درجه او درجتين اغمق من الحيطه مش اكتر من كده. في عندنا برضو صوره كمان، شايفين هنا الحيطه بيضه وهم واخدين لون الستارة رمادي أو جراي فاتح خالص برضو درجة أو درجتين. هنا عندنا برضو شايفين الحيطة هنا لونها أوف وايت فاتحة خالص، مختارين الستارة لون بيج أغمق درجة أو درجتين من لون الحيطة، بس مش بنكتر، مش بنغمق قوي قوي قوي، ممكن نغمق عن كده شوية. يعني أنا ممكن، انا لو هعمل الديزاين هغمق عن كده شويه عشان دي فاتحه جدا، بس برضو انا بتكلم على ان لو الحيطان عندي فاتحه بنعمل الحاجات عامله ازاي. بصوا هنا في الصوره دي هم شغالين الكالر سكيم بتاعتهم او باليتة الوان البيت، هم شغالين نيوترالز يعني الوان الفاتحه جريهات وبيجات وكافيه. طبعا بصوا الستاره لونها عامل ازاي، هنا الستاره هنا الحيطه لونها اوف وايت اوكي، والسرير عندنا فاتح، فهم واخدين درجة لون الستارة 3 درجات أو درجتين أغمق من لون الحيطة، واخدينها برضو من نفس درجات لون الدهان. دايما الستارة تتاخد من نفس درجات لون الدهان، ما تبقاش لونها مختلف قوي. دايما أنا بحب يعني، هو دايما في ناس بتعمل لون مختلف، يعني ممكن في حد يعمل لون يطلع كده شوية، بس أنا برجح برضو الستاير تكون لونها نيوترلز أو الألوان اللي هي المحايدة الهادية، لأن زي ما احنا اتفقنا إن احنا الستاير مش بنغيرها كتير، لأن الستاير غالية جدا، ف عشان ما غيرش الستاير كتير، فاللون النيوترال ده انا لو غيرت عليه كذا درجه حيطه وكذا درجه فرنتشر انا مش هضطر اغير الستاره، لانها هتليق مع اغلب درجات الالوان. دايما درجات الالوان البيجات المحايده الحاجات دي او الجريهات الفاتحه بتليق مع اغلب الوان الاساس واغلب الكالر باليتس الموجوده عندنا. فعشان كده انا بقول الستاير تتعمل الوان الفاتحه المحايده دي علشان ما نبقاش يعني خارجين قوي على عن الالوان اللي هي المعروفه، فيحصل المشكله ان انا اضطر ان انا لو عايز اغير ديكور البيت اروح مغير الستاره. في عندنا كمان هنا صوره، هنا بقى الحوائط عندي غامقه لونها اخضر غامق زي ما اتفقنا في اول زي ما شفنا في اول صوره اول الفيديو. هنا عاملين الستاير فاتحه زي ما احنا قلنا، لو الحوائط عندي غامقه قوي ممكن افتح لون الستاره بحيث ان هي تبقى ما تغمقليش لون البيت وتدخل اضاءه، لان انا لو الحوائط عندي غامقه زي ما اتفقنا الاضاءه مش بتدخل قوي، فدايما افتح اللون. طيب انا دلوقتي ازاي اعرف الدهان بتاعي؟ طب انا دلوقتي اعرف منين درجات الالوان؟ يعني انا دلوقتي عندي درجه لون الدهان بتاعي لونها مثلا بيج، انا اعرف منين بقيه درجات البيجات اللي تليق مثلا اغمق درجه او درجتين عشان اعمل الستاره؟ في باليتة الدهانات وانا بختار الدهان بتاعي من شركه الدهان، بيكون فيه الباليتة دي بيوريها لي او انا بشتريها مثلا، دي بيكون موجود فيها كل الدرجات زي مثلا كده، دي باليتة الدهانات انا بختار منها درجه اللون بتاعي. وطبعا احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الدهان الاول قبل ما نختار الستاره، وبنختار الستاره بعد الدهان على طول علشان نبقى عارفين احنا هنتصرف ازاي مع بقية الحاجة في البيت. فدلوقتي انا عندي باليتة الدهانات دي، انا دلوقتي اخترت مثلا اللون ده للحيطة. طيب اللون ده فاتح كده دلوقتي، انا بقى هنزل درجة او درجتين واختار لون الستارة. اخترت ده مثلا للحيطة، هنزل درجة او درجتين واختار لون الستارة. اخترت اللبني ده مثلا لأحيطة الولاد مثلا، هياخد او حيطه اي ليفنج روم او اي حاجه هياخد درجه او درجتين، هنزل درجه او درجتين واختار لون الستاره. دايما اعمل كده علشان، وطبعا الالوان الاورنج والحاجات دي احنا قلنا نبعد عنها خالص في الانتيريور ديزاين علشان الالوان دي طبعا بتبقى مش مريحه خالص للعين ولا للاعصاب في البيت، احنا دي بنستخدمها بس لو عايزين نحط لوحه مثلا او اي حاجه. دايما نختار الالوان النيوترلز الهاديه دي، والبيجات دايما الحاجات دي بتبقى شيك قوي في البيت، والبينكات الحاجات دي بتبقى شيك جدا في البيت وبتبقى مريحه للاعصاب، وما بنضطرش ان احنا نغير الدهانات والديكور لو احنا عايزين نغير الديكور ما بنضطرش نغير الدهانات والستاير. دي نهايه الفيديو، وارجو ان هو يكون كان مفيد واكون رديت على الكومنت.
واشوفكم ان شاء الله بعد الاجازات، هنزل فيديو جديد عن موضة الانتيرير ديزاين، ولو عايزين فيديو الالوان قبليه برضو قولولي في الكومنتس.